nehina fi majalis madinat juba sa'idin jiddan jiddan an nathaddas wa natkallam bi muwatinin bitana fi madinat juba bi sabab bi tatal hadith as-saghir al-hasala fi sukunyo konyo yo malahat wal hadith da an nas al waraum nas yusamma bi PCCA hum nas tajammu bita al-muwatinin al-indu alaqa ma amala siyasiya hum gamu udarina mal mushkila fi sukunyo konyo hum badaw bi yahrik lasatik ashan hum yajmal muwatinin yamul tabi'a fil suq ashan yamul fawda wa dayman ay fawda fil suq bi hasal fi al kasair katira fi dakil al suq ikun fil haraik ikun kaman fi nyakama fil suq ashan kida al khawad al amniya al mudammaja fi dakil madinat juba wa fi dawla kullu hum gamu عشان يمشي في السوق عشان يوقفوا العمليه بتاع المظاهرات في اثناء الوقوف جزء منهم خوم وحتى حصل واحد منهم يتعوق وجزء منهم غبدوا وقفلوا في الحراسه تاع بوليس ونزل في الحراسه وهم صحتهم كويس هم كمان امنين وفي اجراءات قانونيه جاري عشان يعرفوا بالضبط كده الهدف بتاعهم شنو واذا كان في المظاهرات ليه هم بيعملوا في السوق عشان كده دارين نقول للمواطن على اساس انه السيتويشن في داك الاسواق مدينه جوبا الاوضاع بيجا عاديه ما في اي مشكله والناس ماشيين ما شغل بتاعهم عاديه وكل الاسواق وزعنا فيه قوات نظاميه عشان يحافظ الأمن في داخل الأسواق وأيضا نهنا كمجلس مدينة جوبا نهنا حزنين بأنه الزول اللي كان يتعوق في السوق نهنا ما عوقناه لكن دي القواعد بتاعنا في الأثناء مواجهة ونهنا بنرجو منه صحة جيدة لأنه هو في تحت العلاج وأنا كأم ده مجلس مدينة جوبا بيقول للمواطن بتاعنا أساس إنه ما يخش في أي مظاهرات في داخل مدينة جوبا عشان يخلق الجهجة أمنية في داخل أسواق مدينة جوبا وأنا أيضا بتقول للمواطن بإنه ما يلبي بأي من المظاهرات دائما قائمة سواء كان في مدينة جوبا ولا في بعض من المناطق الأخرى عشان يخش في الحاجة ما فاهمينه لأنه كل المظاهرات دائما وراءه حاجة عشان كده أنا بتقول برضو مواطنين بتانا ما يسمع غوالات السواتات لأنه في حصل واحد اتنين تلاتة وحاجات أصلا ما صح إذا كان في أي مشكلة نحن بوجه أو مواطنين بتانا بوجه في داخل مدينة جوبا هو كويس إذا نحن نودي لتشريعات أو لبرلمانات بتانا برلمان بتاع القومية وبرلمان بتاع الولاية وأيضا تشريعات بتاع المجالس المحلية عشان المشكلة ده يرفعوا هناك ويناقشوا ويرفعوا للناس الكبار وموضوع ده بيتحل بلا ما يكون في مظاهرات لأن مظاهرات أصلا ما كويس عشان كده إذا كان حصل أي حاجة بالطريقة دي طوالي إجراءات القانونية بيعملوا نفسه وأي زول بيعمل أي مظاهرات الغير مشروعية طوالي يتم قبض بتاعه ويودوا في إجراءات عشان يعرفوا بالضبط كده المشكلة بتاعه شنو مو مودينه عشان يقتلوا مو مودينه عشان يضربوا لكن مودينه عشان يعرفوا هو هدفه شنو قد يجوز يكون هدف كويس لكن إذا كان بقى هدف كويس أنت ما بتخش عشان تحرك لساتك في الأسواق عشان كده ده الحاجة نحن دارين نقولها وأخيرا دار أوري للمواطن بتاعنا في مدينة جوبا بانه حكومه بتانا القوميه قايمه بالذات بعمليه اجرائيه شديده عشان يقلل المشاكل الاقتصاديه داخل الدوله وايضا عشان ينزل التعريفه بتاعت الدولار عن الجنيه الجنوبي السوداني ده الحاجه دارين نقول وان شاء الله في المستقبل القريب كلام ده كله بيتحل لانه الدولار كان وصل في 71
لكن اس نزل ل 55 58 ودي يعني بانه الدولار خلاص هينزل وانا بانزل التجار بتاعنا في الاسواق هل دائما دولار بينزل هم بيثبتوا الاسعار فوق بالرغم انه السبب اللي ممكن بيرفع الاسعار هو كان سبب بتاع الدولار مفروض مجرد ما الدولار برضو ينزل تحت يبتعد كمان الاسعار تنزل عشان كده انا بانزل التجار بتاعنا الاساسين هم كلي يعرف تماما الاساسين ده دولة ونحن ما دارين فوضى هم من الليلة لقدام كلي نزل اسعار بتاعهم ونحن بنرجو الاساسين نحن دارين مواطن بتاعنا عشان يقدر يعيش وتجار كله يقلل الاسعار مجرد ما تقليل او نزول بتقيمة بتاعت الدولار عن الجنيه الجنوبية السودانية شكرا جزيلا نعم Thank you so much, Mayor.